السلام عليكم، هذا نبات السرخس ويسمى عندنا خويصة الماي لأنه ينبت قريب الماي، وهو يشبه سعف النخيل. يزرع نبات السرخس كنبات زينة، كما أنه يزرع لعلاج التربة الملوثة. والسرخس من المقربات لعلاج البحر. ويفيد مع العسل لعلاج الحموضة ونفخة المعدة. هذه الزهرة ما مال شجرة السرخس، لأن شجرة السرخس خالية من البذور والزهور. يتكاثر السرخس بواسطة الأبواغ.